الرأس أكبر من كل الكلمات. تعودت على الحياة لوحدك أو بعد؟ يعني صعبة. يقال أنني نزلت إلى الحياة وأنا أصرخ. هلأ مرات بحس أني بحالة ضياع. تحكي معه؟ تقولي له؟ تخبري؟ كان القرار خلص، أنا ما بدي أخلف. أنا كل يوم عندي أبناء شهداء. نحن وين سجيات؟ هاي المخيم قبلنا. هي مذكراتك؟ شو مر عليها أحداث؟ شو بتحسي أنت وعلى المسرح؟ بحس حالي ملكة. جولييت عواد، مدرسة الفن الوطنية. هل سرقت الأيام ابتسامتها؟ أم؟ لا شيء مستحيل. يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.